معلومة طقسية، عيد الصليب المجيد. طقس صلوات اليوم فريحي شعانيني، مدة الاحتفال يوم واحد. رفع بخور باكر، قبل قراءة إنجيل باكر يتم عمل دورة الصليب ويقرأ فيها 12 إنجيلا. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام من قطاعي ولا يؤكل فيه سمك. القراءات فصول العيد. الألحان فاي بيبي وتي شوري، ويقال لأنك صلبت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان العيد باستخدام الدفوف. الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة عيد الصليب. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة الشعانيني. ختام الصلوات: يا الذي صلب على الصليب اسحق الشيطان تحت أقدامنا. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم العاشر من شهر برمهات المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. تعيد الكنيسة اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد، وذلك لما أرادت الملكة البارة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير أن تعثر على الصليب المجيد، وتقصت عن مكان الصليب في أورشليم، فعرفها به شيخ من اليهود اسمه يهوذا، فأمرت الجنود بتنظيف الجلجثة حتى ظهرت ثلاثة صلبان. وبترتيب إلهي مرت جنازة ميت ووضعوا عليه الصليب الأول والثاني فلم يقم، ثم وضعوا عليه الصليب الثالث فقام لوقته، فسجدت الملكة وكل الحاضرين للصليب، وأرسلت جزءا منه والمسامير إلى ابنها الإمبراطور، وأمرت ببناء كنيسة القيامة، وكرسها الآباء البطاركة، ووضعت فيها الصليب المجيد داخل تابوت فضي، وظل بها حتى استولى عليه خسرو الثاني ملك الفرس، وأحضر شماسين لدفن التابوت في حديقة قصره، ثم قتلهما. وأبصرت ذلك صبية من بنات الكهنة، وهي التي أرشدت فيما بعد الإمبراطور هرقل إليه، ففرح جدا وأعاده إلى أورشليم. بركة الصليب المجيد فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النذور في أورشليم. استمع يا الله صلواتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له:
إلى متى تعلقوا أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي، كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عندي أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهان. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقد المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالمين، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيا وأنا فيه. والمجد لله دائما. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ولا دار الدور أمين. النهاردة 10 برمهات عيد الصليب. القراءات من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 10 من العدد 22 للعدد 38. نتكلم النهاردة بنعمة المسيح بمناسبة عيد الصليب، نتكلم عن الصليب. ماذا قدم لنا الصليب؟ الصليب قدم لنا حاجات كتيرة قوي، لكن أقول لحضراتكم على الأقل 4 أمور قدمها لنا الصليب. أول حاجة قدمها لنا الصليب هو قدم لنا شهادة. شهادة عن محبة الله الغير محدودة للإنسان. أعظم أمر أظهر محبة الله لينا هو الصليب. كتاب بيقول لنا كده بمنتهى الوضوح أنه ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد ذاته لأجل أحبائه. بيقولوا كده كان في قرية فيها أسرة عايشة في بيت، البيت ده حصل فيه حريق كبير قوي نتج عنه أن الأب والأم توفوا، وفضل طفل صغير. لما اجتمعوا أهل القرية من يستحق أن يأخذ هذا الطفل، مين يأخذ الطفل ده عشان يربيه مع أولاده ويهتم بيه؟
في واحد اتقدم، العمدة بتاع القرية اتقدم، قال أنا أقدر أخده، أنا حالتي المادية مستقرة، وضع المادي كويس، أنا أحق واحد ياخده. تقدم واحد تاني قال مميزاته، لغاية لما تقدم شخص قال أنا أحق واحد بهذا الطفل. قالوا له الأحقية بتاعتك اللي استحقاق ده جاي من إيه؟ قال لهم أنا أكتر واحد بذلت جهود عشان أنجي الطفل ده، عشان أطفي النار من حواليه، وراح أقدم إيده المحترقة جدا بسبب محاولة إنقاذ الطفل. طبعا كلهم حكموا إنه ده أكتر حياة، أكتر شخص يكون مستحق إن ياخد الطفل، إنه أظهر محبته بصورة عملية. ده نفس اللي حصل من شخص الله في الصليب. ما كانش الإنسان قبل الصليب قادر يدرك أو يفهم معنى محبة الله، يعني إيه الله بيحب الإنسان. لكن بعد الصليب الأمر بمنتهى الوضوح، إن إحنا نخبر أي أحد إن الله بيحبك، الأمر واضح جدا، العلامة واضحة قوي. الصليب هو أعظم شهادة عن محبة الله غير المحدودة للإنسان. يقول لنا الكتاب ربما يكسر أحد لأجل بار أن يموت. قديس يوحنا بيقول كده، يمكن لأجل بار إنسان ممكن يفكر أن يموت. يعني إيه؟ لو إحنا مثلا كنا في مركب وفي شخص طاق قوي وقع من المركب دي في وسط البحر، يمكن حد يفكر يحاول ينقذه من أجل أن هذا الإنسان إنسان بار، إنسان طيب، إنسان غير مؤذي. ولكن الله بيّن محبته، ربنا بيّن لنا بقى المحبة العظمى في الصليب، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. لكن لو حصل أن المركب وقع منها واحد سلوكياته صعبة أو نقول إنسان شرير، هيبقى صعب أن حد يفكر في إنقاذه، لكن ربنا عمل الأمر ده. عشان كده الصليب بيقدم لينا أول حاجة شهادة عظيمة جدا عن محبة الله غير المحدودة. عشان كده بعد الصليب التلاميذ بيكرزوا بحاجة اسمها جهالة الكرازة. الموضوع مش محتاج حكمة، مش محتاج عظات، مش محتاج خطب عشان نقول لأي حد أن الله بيحبك، نقدم له شهادة واضحة هو الصليب. من يريد أن يعرف كم أحبه الله، قد إيه حب الله ليه، ينظر إلى الصليب يعرف قد إيه ربنا. يقول لي عن الصليب الذي لم يشفق على ابنه، الله في الصليب لم يشفق على ابنه، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. عشان كده الصليب أول نعمة، أول بركة بيقدمها لنا هو شهادة. تاني بركة بيقدمها لنا الصليب هي شفاعة. الأول شهادة، بعدين شفاعة. المسيح بموته النيابي، المسيح مات نيابة عن كل البشر في كل مكان عشان يدفع ثمن خطاياهم، عشان يسدد دين الخطية، أخذ حق أن يشفع لكل أحد. عشان كده يقول الكتاب، ربنا يقول كده، أقول لكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب الإنسان يسوع المسيح. المسيح بالصليب أخذ حق الشفاعة عن الإنسان. المسيح حقه يقف أمام الآب، قدم عنا شفاعة، قدم عنا شفاعة إن إحنا نعفى من عقاب الخطيئة متى نقدم عنها توبة. المسيح أخذ هذا الحق بالصليب. عشان كده يقول لي عن شخص المسيح الشفيع، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر أعطيه للناس به ينبغي أن نخلص إلا يسوع المسيح. يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. شخص سيد المسيح بالصليب، بقول لحضراتكم، أخذ أحقية أن يشفع في خطايانا أمام الله. الصليب إدانا شهادة عن محبة الله، إدانا شفاعة إن المسيح يستطيع أن يشفع في خطايانا أمام الآب، إدانا أيضا الصليب بركة تالتة اسمها شركة، شركة مع الله. الخطية هي حالة خصومة بين الإنسان والله. بالخطية يقع الإنسان في خصومة مع الله، والخطية تقيم حائط بين الإنسان والله، حائط متوسط يفصل العلاقة بين الإنسان والله. مسيح بالصليب هد هذه الحائط، حائط المتوسط نقضته، بيقول كده في القداس الأرغوري. المسيح أنهى العداوة القائمة بين الإنسان والله بالصليب. أيوب كان بيتساءل في سره، أيوب كان حاسس إن في سوء تفاهم بينه وبين ربنا، في حاجة مش مظبوطة، في خطأ حصل، هو مش عارف يتفاهم مع الله. عشان كده قال بمنتهى الوضوح، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، مفيش حد بينا يتوسط بيني ما بين الله يكون مصالح بيني أنا وربنا. المسيح بالصليب أخذ هذا الحق، هو المصالح بيننا وبين الآب، بيننا وبين الله. عشان كده المسيح بالصليب أعطانا شركة مع الله، نكون لنا شركة مع الله، نستطيع أن ندعوه أبا، نستطيع أن نتحدث معه بالصلاة،
نستطيع أن تكون لنا علاقة قوية بالله من خلال الصليب. أول حاجة الصليب ادانا شهادة، تاني حاجة الصليب ادانا شفاعة، تالت حاجة الصليب ادانا شركة، رابع حاجة الصليب ادانا شجاعة. بموت السيد المسيح على الصليب كسر شوكة الموت، حطم الموت، أصبح الموت مثل أسد بلا أنياب وبلا مخالب، أصبح الموت أمر غير مخيف، أمر غير مرعب، لا يسبب أي خوف للإنسان. عشان كده نلاقي الشهداء كانوا بيتقدموا إلى الموت بالألاف وبمنتهى القوة وبمنتهى الشجاعة. نلاقي الشهداء بيتقدموا إلى الموت من فئات عمرية مختلفة. نجد من الشهداء منهم في سن الشيخوخة، ونجد منهم في سن الشباب، ومنهم في سن الأطفال، نجد منهم الرجال ونجد منهم النساء أيضا. نلاقي الشهداء بعد موت السيد المسيح بالصليب بالموت داس الموت، أعطى للشهداء شجاعة فائقة. نجد من الشهداء من قبل السلاسل الحديدية التي سوف يقيد بها قبل أن يقدم إلى الموت. نجد من الشهداء من لبس ملابس عرسه عشان يروح يقابل بيها يوم استشهاده، كأن ده يوم العرس. نلاقي بطولات عظيمة جدا جدا لا تنتهي من الشهداء. القوة الشجاعة اللي خدها الإنسان ضد الموت خدها بالصليب، لأن الصليب أنهى أسطورة الموت، أنهى سلطان الموت وأنهى قوة الموت. لم يعد الموت هو الأمر المرعب، الأمر المخيف اللي ممكن يهدد الإنسان ويرعبه ويفقده سلامه. القديسين قالوا بموت المسيح على الصليب أصبح الموت هو قنطرة من ذهب، كوبري من ذهب، نستطيع أن نعبر به من عالم الشقاء حياتنا الأرضية إلى عالم أكثر سعادة أكثر راحة، هو الحياة الأبدية. والشجاعة بتاعت الشهداء بالصليب ما وقفتش عند زمن معين مستمر، استمرت شجاعة الشهداء لغاية لما شفنا أولادنا العظماء شهدائنا في ليبيا اللي وقفوا بمنتهى القوة قدام تهديدات الإرهابيين ليهم ولم يهابوا الموت إطلاقا، رغم أنهم تعرضوا لضغوط شديدة لتخويف، حاولت أنهم يرجعوا عن الإيمان، حاولت أنهم يتركوا الإيمان، لكن بمنتهى القوة كانت لهم شجاعة فائقة. شجاعتنا كلنا في مواجهة المتاعب والألام بنستمدها من الصليب، الصليب اللي جرد الشيطان أفقدوا قوته، جرد الرياسات والسلاطين والكراسي أشهرهم جهارا أفقدوا قوتهم، زي بقول لحضراتكم صليب خلى الشيطان بلا قوة، أسد بلا أنياب وأسد بلا مخالب، لم تعد له أي قوة مخيفة. أنا إيه اللي يخوفني من الأسد اللي هو الموت؟ يخوفني أنيابه، أن يمزقني بأنيابه، أو يخوفني بمخالبه. إذا فقد الأسد الاثنين دول مخالب والأنياب أصبح بلا أي قوة، لم يبقى له سوى الصورة والصوت. والموت بموت السيد المسيح على الصليب بنفس الوضع، هو مجرد صورة، مجرد انتقال زي ما بتقول عنه الكنيسة، ومجرد صوت، حاجة بس مخيفة لكن بلا أدنى قوة. يحدثنا الكتاب عن شجاعة شهداء بأمور فائقة جدا جدا جدا. في مثلا فلاحين بتوع إسنا اللي رجعوا القرية بتاعتهم، ثلاث فلاحين معروفين بثلاث فلاحين، ولقوا ان معظم شعب بتاع القرية استشهد، نال اكليل الشهادة، جنود قاعدين في القرية يغسلوا السيوف، تعبانين قوي من العدد الكبير قوي قوي اللي قطعوا رؤوسهم عشان يقدموهم شهداء من اجل المسيح. ثلاث فلاحين اصروا ان ينالوا اكليل الشهادة، اصروا ان هم شجاعة قوية جدا هم ياخدوا اكليل الاستشهاد، ان هم يقدموا حياتهم لاجل المسيح. جنود قالوا لهم احنا ما عندناش قوة، ما عندناش قدرة عشان نقطع رؤوسكم، إذا كان عندنا حتى قدرة قدرنا ننفذ الكلام ده، السيوف قد كلت، مش هيبقى ليها قدرة إن هي تفصل رؤوسكم عن أجسادكم. الثلاث فلاحين بمنتهى الشجاعة وقوة قالوا لهم إحنا الفؤوس بتاعتنا مسنونة وحامية وتستطيع أن تنجز هذه المهمة. عشان كده الثلاث شهداء بتوع إسنا، الثلاث فلاحين بتوع إسنا اتقطعت رؤوسهم بفؤوسهم وليس بسيوف الجنود الرومان. نلاقي مثلا في الشجاعة اللي خدناها بالصليب أم تقبل إن أولادها يذبحوا على أرجلها. إحنا عارفين إن من أقوى العواطف هي عاطفة الأمومة، هي أقوى عاطفة إن الأم ممكن تضحي بحياتها من أجل ابنها،
لكن من أجل الإيمان، قوة اللي خدناها بالصليب، الشجاعة اللي خدناها بالصليب، نلاقي من الأمهات يقبلن أن يذبح أولادهم على أرجلهم، يقبلوا أن دم أولادهم يسيل على أرجلهم بمنتهى القوة وبمنتهى الشجاعة. إحنا خدنا بالصليب شهادة، شهادة عن محبة الله غير المحدودة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد ذاته لأجل أحبائه. خدنا بالصليب شفاعة، مسيح أخذ حق أن يشفع في خطايانا، يشفع فينا، بتتغفر خطيتنا في حق دم المسيح اللي اتبذل واتسفك على الصليب. خدنا بالصليب شركة، أصبح الطريق ممهد بيننا وبين الله، نستطيع أن نقيم معه علاقة، نستطيع أن نتحدث معه، نستطيع أن نصلي إليه، الطريق أصبح مفتوح. الحائط المتوسط قد هدمهم، والعداوة القديمة قد ألغاها السيد المسيح بالصليب. خدنا بالصليب شجاعة، بركة كبيرة اسمها الشجاعة، لأن الموت لم يعد له سلطانه الأول، هو فقط أصبح مجرد وسيلة بننتقل به من حياتنا الأرضية إلى حياتنا الأبدية، من عالم الشقاء إلى عالم الراحة. خدنا بالصليب أربع بركات، خدنا شهادة، خدنا شفاعة، وخدنا شركة، خدنا شجاعة. الله يعطينا أن نتمتع بهذه البركات، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.